إذا جمعة مباركة للجميع متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر اليوم. يعني غادي نوقفوا عند مشكل أو ملف اللي تعرف يعني بخصوص يعني السنوات ديال التقاضي في ملفات ديال هادشي ديال الملكية المشتركة. فاليوم حنا مع الأستاذ اللي لقى نفسه يعني بعد 14 سنة بعد ما أنه كان يعني شرى أسهم مشتركة مع محامي بهيئة مراكش من عند سيدة تتنوب على ورثة بخصوص ورثة يعني من عند سيدة يعني شرى من عندها الأسهم يعني أسهم مشتركة يعني مازال ما تمت في إجراءات التحفيظ. فلقى نفسه يعني في عراقيل كثيرة وللأسف يعني 14 سنة ديال التقاضي ديال المحاكم ديال المساطر تيشوف نفسه بانه الحدود الساعه ما كاينش شي حل بالنسبه خصوص هذا الملف، خصوصا انه النزاع يعني مع محامي بهيئه مراكش. فنخليو الاستاذ هو اللي قرب لنا من تفاصيل هذه القضيه هذه اللي اليوم يعني ارتأى انه يخرج الراي العام من خلال قناه الشعب قناه شوف تي في، باش انه ربما انه يكون شي تجاوب ديال رئاسه النيابه العامه وكذلك يكون شي تجاوب ديال هنا ديال رؤساء المحاكم بمراكش مع هذا الملف هذا اللي بغى الان انه يكون ليه حل بخصوص هذا النزاع اللي الان مع محامي بهيئه مراكش. السلام عليكم، صباح الخير استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله عليك. نعم تفضل، خليك انا شتاك. السلام عليكم. هذه القضيه عرفت واحد عده تطورات منذ سنة 1997 حيث شريت تحرر واحد عقد واحد من البيع مع سيدة مالكة. نعم مع واحد سيدة مالكة ديالك واحد العمارة باعت لي أنا والأستاذ حميم بالنسبة لي أنا نيابتنا مع الأبناء ديالي وحتى هو نيابة من الأبناء ديالو، وعطتني وكالة باش نقوم بالبنية ونحصلوا على الرخصة. فعلا يعني عطتك وكالة ديال نعم ديال الإصلاح فعلا قمنا بالإصلاحات الضرورية ديال الشقة وكلها سكن في الشقة ديالك. من بعد طلبنا من هذيك السيدة باش تمشي تسول الوضعية ديالها مع المدير الجهوي لوزارة الإسكان منطقة تنسيف في مراكش. بعد ما توصلت بواحد الرسالة من طرف السيد المندوب، وبناء على هذيك الرسالة مشينا تأداو الواجبات ديال الأرض وموضوع العمارة. وحصلت وبناء على ذاك العقد اللي مع وزارة الإسكان دخلت الملكية ديالتها للمحافظة وتسجلت يعني دخلت المحافظة وتسجلها بصفتها الملكة. نعم طلبنا منها باش من اسمو تسوي لنا الوضعية ديالتنا إلا أنها رفضت تقدم لنا بالدعوة الأولى في صدر فيها حكم في 24/5/2007 قضى بعدم قبول الطلب ليكون الدعوة سابقة لأوانية وتأييد محكمة الاستئناف، والدعوة كانت ضد هذيك السيدة حسنين نعيمة وضد الشريك ديالي اللي كان مشروك معايا في عقد الوعد بالبيع المحال، وصدر الحكم وتأييد في الاستئناف بناء على قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 12/2009. عاودنا تقدمنا لدعوى أخرى من بعد ما توفرت شروط ديال اسمه ديال التقاضي وصدر حكم في الميف 985 على 2005، تا هو نفس المشكل تحكم بعدم قبول الطلب بشكل
ما فيهاش شكريه. تقدمنا بشكايه السيد وكيل الملك، الشكايه تفتح ليها الملف 3963 على 3 على 2000 على 2017، وتحالت على الشرطه القضائيه للاستماع لنا، فعلا استمعوا لنا بمحضر قانوني. من بعد هذيك السيده باش نسولوا الوضعيه ديالتنا، ريتنا تقوم بالاجراءات ديال تقسيم الجزائر المثاليه، الا ان هذيك السيده قامت وبعت السيد الشريك ديالي بعت ليه 50% من الاسهم اللي تتملك في العقار المجموع ككل. يعني 50% من 50% اللي تتملك هي؟ لا، بعت 50% من الملك ديالها، بقات عندها 50%. نعم. حسب العقد هو المقيد في 16/1/2008 في المحافظة. نعم. من بعد هذاك الشيء اسمو ومقتضى هذيك الشكاية وسميتو شهادة المحافظة تاعي باش دخل 50% في المحافظة من الأسهم. مشينا بناء على هذيك الشكاية واسمو، طلبوا مني باش نتنازل على تقييد احتياطي ونتنازل على الشكاية، وتمشي تكتب لي عقد ديال البيع، وهذاك العقد ديال البيع لا يتضمن الشقة إنما يتضمن أسهم. أريت أنا تسوي الوضعية القانونية ديال العمارة، وتكتبنا عند النوتير في سنة 2010. العقد هذا عند الأستاذ محمد عيشتين بوعلا من نوتير مراكش. من بعد العملية هذه قامت أنا بعد هذه العملية تصدقت على ولادي بهذيك الشقة بمقتضى رسم صداقة، ها هو بتاريخ 2012. نعم، يعني من 2010 يعني كان إجراءات كنتو تتمشوا في الإجراءات. نعم، يعني دروك المرحلة فين بدا النزاع، يعني من يشرى المحامي 50% من الأسهم ديال الملك؟ الملك قيد الحقوق ديالو في المحافظة. نعم. حنا شفنا راسنا بأنه هذا الشيء غادي يبدا يتطور، وما عرفناش فين غتمشي هذه القضية هذي. تقدمنا بدعوى أمام المحكمة. نعم. ابتدائية هنايا في مراكش، بخصوص بخصوص تجزيء وفرز الشقة. نعم، بعد ما شرى المحامي يعني 50% من الملك، أصل الملك لا، عاود شرى. نعم. الحقوق ديال هذيك السيدة كلها. نعم. الحقوق ديال هذيك السيدة كلها بتاريخ 3/1/2010. يعني شوية تركيز. يعني دروك هو عاود شرى، يعني هو شرى أصل الملك كله، هو شرى الملك إلا الحقوق ديالنا حنايا اللي في الرسم العقاري. يعني ولا يعني ولا تيملك تقريبا شحال ولا تيملك تقريبا؟ تيملك العام سيدي، تيملك العام سيدي، تيملك 28 سنة. 28 سنة. 28 سنة تقسيم دارو، لأنه هو محامي تعرف واش تيدير، وواصل اسمو قام بهذه الإجراءات. بقاو عندنا حنا 4 أسهم بسمية ولادي. نعم. منين شفنا العملية هكا عاودنا تقدمنا بدعوى. نعم. للمحكمة، وتقدمنا بشكاية لرئاسة النيابة العامة في الرباط. قلت لنا تحالت الشكايه على السيد وكيل الملك عليه في مراكش، ومنين تحالت على السيد وكيل عمرهم ما استدعونا ولا عرفنا المصير ديال هذيك الشكايه. نعم. رجعنا للرباط
باش نشوفوا المصير ديالها سيفتونا لمراكش، بقينا من بين الرباط ومراكش. لا تسنتوا لنا نعرفوا المسائل في المصنات ولا والو. تقدمنا بدعوات هنا في المحكمة الابتدائية في مراكش، ما لقيناش حتى محامين، وبعدنا واحد المحامين بعدنا هنايا في مراكش حتى هو تصرف واحد التصرف غير أخلاقي، وخلانا حتى فات الأجل ديال التقييد الاحتياطي، وبقينا تيفينا ويجيب، وبقى الملف حتى تلغى حتى هو بعد قبول الطلب. هذا هو دابا حنايا دابا يعني تتشوف بانه الملك اللي دروك تشوف بانه ربما كان شي توافق ما بين السيده الملكه والمحامي بخصوص هذه الملكيه المشتركه اللي تشوفوا الان، بانه ربما انه هادشي خذ لكم حقوقكم كملكين انتم في الاصل المشترك. اي تماما تماما. وبالنسبه للملكه حرت لنا واحد الاشهاد تقول فيه بانه البيع اللي تم ما بيننا وبينها راه كيعني الشقه نمرة 5، وهذا الإشهاد ها هو حرته في 14/9/2020، ولاني ما عنده حتى قيمة، حنا قدناه هي باش نثبتوا على أنه راه هذاك الوعد بالبيع اللي سبق راه هو تيعني الشقة رقم 5، وقعت لنا هذاك الإشهاد في تاريخ 14/9/2020، ورغم أننا دلينا للمحكمة باش يكون شي بحث ولا تكون شي حاجة، ما تم حتى حاجه الى يومنا هذا. دابا راه تنطلبوا يعني الملف فين وصل في التقاضي؟ بالنسبه للتقاضي، التقاضي دابا في محكمه الاستئناف. نعم دابا يروج في محكمه الاستئناف، ويروج في محكمه الاستئناف، ما بقيش عرفنا لان المحامي في الدار البيضاء والملف هنا في مراكش، سولنا لقينا الملف في المداوله، ما جاوبنا ما دفعنا لا جواب ديالنا لا حتى شي حاجه. الرجل المحامي تعرف اش يدير، حنا ما عرفنا ما ندير. شوف بان حقوقكم ويمشي في الملكيه المشتركه تقدر تمشي. اي دابا تنطلبوا التدخل في هذا الملف، هذا راه حشومه هذا الشيء، باش المواطن يعاني من 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 حقوق ديالو، وتيشوفها تتمشي ما قدرش يوصلها لا قضاء رحمنا ولا حتى شي جهه وقفت معنا. دابا تنطلبوا من الناس المسؤولين في القضاء باش يتدخلوا ويديروا واحد البحث، بحث معمق في هذه القضيه هذه. يعني الرساله وصلت الشريفة، يعني فهمت ان الموضوع، ربما تتمنى كذلك من المشاهدين الناس اللي متابعين ديال قناه شوف تيفي انه يعني يكون الموضوع يعني بخصوص يعني هادو مساطر، تندوي على مساطر وتندوي على اجراءات ديال الملكيه المشتركه، وربما انه الناس ديال الاختصاص والناس اللي تعرفوا هاد الامور هادو يكون على درايه. فاليوم تيشوف هاد السيد هذا يعني بعد 14 سنه كما تيقول بانه محامي، هو على درايه بالاجراءات، يعني تيعرف المساطر كيفاش انه يقوم بالاجراءات اللازمه بخصوص الحفاظ على الملكيه ديالو في هاد الملكيه المشتركه من طرف هاد السيده. فاليوم هاد المواطن كما تيقول المواطن، الان حنا عندنا الثقه الكامله في القضاء، الملف لا زال في المداوله بالمحكمه الاستئناف في مدينه مراكش، فقط الطلب ديال هاد السيد هذا هو انه يكون واحد التحقيق معمق في هذا الملف الرائج هنا في محكمه الاستئناف، باش انه ما يضيعش في الحقوق ديالو، لانه 14 سنه ديال التقاضي، يعني الملف بكامل اوراق كثيره ديال التقاضي، ما بين اشهاد، ما بين ما بين. تفضل اشرف، تفضل. حتى الخبره اللي تنزلت في المرحله الابتدائيه تنزلت بطرق ملتويه، طرق ملتويه، انا تصرح لكم طرق ملتويه، وصرح فيها هذاك السيد الخبير اسمه بانه راه هذاك العقار غير قابل للقسم. داكشي باش المحكمه صدرت حكم ببيع العقار برمته، حنا ما يمكن ليناش وحددوا ليه واحد الثمن، الثمن ديال 2,800,000 درهم، وهو غير هذيك الشقه ديالتي الرقم 5 هذيك تقريبا 1,600,000 درهم اللي تتسوى، يعني كاين تما واحد شكل ديال، يعني ما عرفتيش شنو هاد الاجراءات اللي تتم الان في حق هاد الملف هذا. والخبره تعينت
تعين فيها الخبير على مدة سنة عاد تجزت الخبرة. نعم. يعني قعدوا حتى صوبوا جميع المسائل كلها هي. نعم. وحنا باش نقربوا المسافة كتبنا السيد المحافظ. نعم. السيد المحافظ رسالة كتبنا فيها رسالة توضيحية، رسالة نطلبوا منه شنو هما الإجراءات اللي خصنا نتخذوا باش نديروا عملية الفرز ديال 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 الملكية المشتركة. أيه. وإعداد ملف نظام الملكية المشتركة والتأسيس. جاوبنا السيد المحافظ تيقول لنا تنخبركم أنه يتعين عليكم ربط الاتصال بأحد المهندسين الطوبوغرافيين من أجل إعداد ملف تقني وتأسيس نظام الملكية المشتركة حسب اقتراحات ورغبة جميع المالكين المقيدين بالرسم العقاري المعني بالأمر. هذا هو بيت القصيد. نعم. يعني ما يعني هذه الخطوه ديال المحافظه ما تمت شيء، وبناء. نعم. على هذه الخطوه ديال المحافظ بناء عليها تقدمنا حنا للمحكمه باش تلزم باقي الملكين اللي هو المحامي والمعاه باش ينوضوا نصوبوا يعني تطبقوا الاجراءات اللي طلب منا المحافظ. نعم. يعني واضح استاذ، يعني الان يعني كما تيقول يعني الاستاذ بانه يعني السؤال ديالو بالنسبه للمحافظ، يعني كان طلب ديال انه تحديد احد المهندسين الطوبوغرافيين باش انه يتم تعيين باش انه يكون هناك يعني تعيين يعني القسمه في هذا الشيء ديال الملكيه المشتركه، ولكن حدود الساعه هذه المسطره اللي ما تمتش. تتمنى ان حتى المحكمه ما خدرش بعين الاعتبار، حنا تنتسناو لانه باقي تداول، باقي تداول، غادي يكون ان شاء الله خير في الملف. المحكمه ما خدتش بعين الاعتبار في المرحله الابتدائيه لا الجواب ديال المحافظ اللي جاوب المحكمه ولا الرساله اللي بنينا عليها حنا المقال الافتتاحي. نعم. يعني واضح الامور دروك الان، يعني تتطلب وكيتم السماع انتم معنا متابعينا، يعني تطلب فتح تحقيق بخصوص هذا الملف هذا في المحكمه، يعني بخصوص يعني رئاسه النيابه تدخل على الخط وانه يتم فتح تحقيق في هذا الملف باش انه يكون يعني الامور مسطره قانونيه تاخذ المجرى ديالها، وحنا لنا الثقه الكامله في القضاء تنعود ناكدوها. يعني لهذا يعني الاستاذ الان الطلب ديالو الوحيد هو اعاده النظر في هذا الملف وفتح تحقيق شامل ومطول بخصوص هذه القضيه. هذه ما بقى لي نشكركم، نتمنى ان تكون بارطاجو قدر الامكان باش الرساله توصل يعني الاعلى مستوى على رئاسه النيابه العامه. شكرا لكم، جمعه مباركه لجميع المتابعين خلال المباشر.